اهلا المتابعين، الحين راح اعلمكم طريقة كيف تعمل سحبة البيز في الياماها الـ A5000 والـ A3000 والـ 2000. نفس الطريقة، اول شيء تختار اي مجموعة من المجموعات في الاصوات، بختار مثلا المجموعة الاولى العود، تطلع لك الصفحة هذه، تيجي عند السهم الاخير، بعدين تطلع لك الصفحة الثانية، تختار الصفحة رقم 2، لازم تروح لشيء اسمه ميجا فويس، اما الاصوات الثانية ما راح تعمل معاك سحبة البيز. فتي عند الميجا فويس، تختار البيز، فئة البيز، هذه الاصوات البيز اللي تشوفونها كلها الحين راح تعمل اللي هي سحبة البيز. لو تلاحظون بختار انا اول صوت، راح اراويكم الصوت الحين عادي، تسمعون بدون سحبة. زين، طريقة الحين كيف نعمل سحبة البيز. تيجي عند تختار الصوت، بعدين تروح عند المنيو، تختار في بيج الون عند شيء اسمه فويس بارت سيت اب، تلاحظني ان انت مختار الصوت رايت ون البيز، هذو محطوط هني الاوكتيف على 2 ناقص 2، لازم سحبة البيز لازم تحط زايد 2. انا راح اغير -1 0 +1 +2. الحين شوف راح يختلف معاك صوت البيز. هاي سحبة البيز، هاي تقدر تستخدمها اثناء تعمل وقفة للاغنية في الاستديو، او انت تسجل الاغنية الميدي تعملها. مثل ما قلت لكم لازم تحط زايد 2. شوف، مجرد انا ما نقص الحين احط -1 كمثال، احنا زايد 2، شوف بنقص الاوكتيف -1 ما يعمل معك، ارد زايد 2. هذه طريقة عمل سحبة البيز في الياماها الـ A3000 والـ A2000 وفي الـ A5000، وحتى كذلك في الموديلات الثانية الغربية الـ SX900 700 600. ولكم جزيل الشكر.